تكينه أو تنبيه من كباس بيكر تنبيهن باس يأويكر كبعض جل عروز يكان بورجز عرزيكي تام عروزيكي تامي مقتو عشان ذكر كردوه ولا قلب إضافي ضربك وكو أوهبي إما وتمان عروز بابه يعني بحري الرجل شوار عروزي هي ماشي عروزي كي تام او تاني جا كما سبيجين عروزة تامكا منظور يعني اما قبل النكتيك ما نوتوها او ركنانيك زحاف وعلل ايان قريتوا وانا سالما لبرابر او سالم يتر لفزي تام بكار نابين على سالم وغير سالم ماشي مثلا اگر اسار ركن مثلا مستفعلون كعوابي هيشي اللي حذفنا كرابي وتغيير مثلا والله سالمه ولو وقت مثلا مخبونه كريك ربا مفاعل تناهج سالمه يجي مخبونه اما وقتك تام مناقص بكارابري باشا يعني تام لبرابري مثلا مجزو مشتور منهوك بكارابري تام كب معنى اوي حذف نبوه نب معنى اوي زحاف الى اللي كان كرياه اه حربي مرام لقال اوجد بعض الى عروزيه كان بو الرجز عروزي كي تامي مقطوعه يعني هنا على زي تام ولا مقطوع به ضربك شي وكو او هات او شعر ايش ما نقول لا خب اگر تامي مقطوع به ولا عين حرام مخبوني شد يعني كوكو باس ما ليكر بو بفعول فعل لك قطع قطع تياه ولا على قطع كخبني تياه بلان تو شاهد لسر إيجادي أويا شاهد لسر وي ك لإيجادي خ هناك قطع كيا كعلة كارب زحافة كنب وكبر تيا لخبنا أوا أويا بلى أم جارة دواء أوا وتي وفي هذا البيت ترى أنه قد دخله مع القطع الخبن خبرش كان جاء وبعضهم يسمي هذا النوع أمن علابا بمكبول يرين مكبول إما خومن أومن أما جاء بيكر كوتمن أجر خبنا كان لقال قطع كم بيلا خلع أما بيلا مخلع إذا شاهد مثلا عربية أو نبي مرام لأدبيات فارسي كردوشتا أو ديار خلعي بيجر كما حكموا أيضا القطع في المشتوري باشا هركو مثلا حكمي أن كردوها كقطع لمشتوري جداب به باشا وجعلوا منه قول الشاعري القديم قولي أم شاعري أدنا يا صاحب الرحلي أقل عذلي كركنك مقطوع به يعني أما مشتوري شا شنك يا صاحبي بيتا مستفعل باشا رحلي بغي أبيت رحلي أبيت فعل باشا أمر أقل لا دير أبيت شي أبيت أقل لا عز باشا أقل أقل لا أقل لا عز مفاعيل 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 شن تقولي أقل أقل لا باشا أنا أوي يا صاحبي أو يا صاحبي أو مستفعل باشا دي رحلي أقل مستفعل أو تاني دي أمجار لا عذلي مفعول خب لا عذلي مفعول أو مقطوع المستفعل النية مقطوعة أما أو جاء أمجارهاتي نسر أو قولي طالبي كري أبي طالبة كالغزوي بدرة أم شعريوتا يا رب إما يغزون طالب يا ربي أي بروردقال إما يعني إن يغزون نا أو إن يغزون من اشتباه في الموا إن يغزون طالب آوة تاني أي بروردقالم أقل طالب غزو بك يعني شربك في منقب من هذه المناقب لبليق لمبلان دا شلون بلي سركوتن أمانة فليكن المسلوب غير السالب
با مسلوبك سالب نبي سالب نبي واتوي كليس المغلوب سالب نبي باشا وليكن المغلوب غير الغالب وبا مغلوبش غير غالب بي يعني مسلوب غير سالب بي واتم مسلوب سالب نبي مغلوب غالب نبي دبسة أو كم قرار مغلوب بي المغلوب بي أو كم قرار شدلي سندراو بي يعني لدي كراو بي هر سالب بي يسا أولي وكوان يا رب يا ربي إم مستفعل ما يغزو مستفعل طالب باشا طالب أبيت فعل توهنين يعني برين مقطوع جنيه ما قد طالب طالبون إيش خليته نابي هر طالب جاب كاتب يا رب يا ربي إم هو بيت مستفعل ما يغ زوان بعض مستفعل حالبي أم جارة أجر طالب أبيت فعلون يعني قطع كيتيا هيج ولي ليرة دانية أتواني برأي ما قطعنية هل حز حز بتشديد ذلك بمعنى حذف وتدي مجموعة لآخره لمتفاعلون علنك حذفك إلا مستفعلون علنك حذفك باشا في منقب مستفعل باشا منها من هذه ال من هذه المستفعل باشا مناقب فعول أما جاء شاشة هذه كمان تصير أما بي حاربي مرنجة أو شعرها أو شهروابي أو يا ربي إما يغزو النقالب أبي يغزو النبي بتشديده جاء أجر يغزو النبي تا يغزو النون أولك هناك تواوك حاربي مستفعل هناك تواوك أمرانون مفتوح كيما تأخذ ستالبك نطالب يتفعل كواتي يا ربي إما يغزو ونطالب بأوابي في منقب في هذه المناقب عجبة أمجال فليكن المسلوب فليكن المفتعل مسلوب غي مستفعل رس سالب رس سالب مفعول أما يعني خلعي خلعنية يعني القطع كيلة تياعي خبنا كيلة قل كون بوتو وليكن المغلوب غير الغالب مش الواية وليكن المفتعل مغلوب غي مستفعل مغلوب غي مستفعل رالغالب مفعول جاء عليه ويلاحظ أن الضرب في البيتين الأولين مخبون ضربك لدو بيت أول كذا هنا دو مثل أول كذا مخبونة مع القطع خبن قطعي تياها كاتي يغزو النية فصار إلى فعول ولكن هذا الخبن لكونه زحافا برام لبرو خبنة كتشك زحافه إلى دنيا باش لم يلتزم في البيتين تاليين لدو شعرك يدوهيا أو يدينها دو أما بالحال شنك أم شعر وكو ودان لي هر مثل عيب شعر دان لي لبروتك باسي مشتورة أما ومنه رجوزة أبي العتاية مشتوريش هر دان يقلا بخوي مثلا أقر مسرع مسرعي كي تو أبي التي كي يعني بيتا مثلا مستفحيل نيويك أو مستفحيل قبول نيواتي ناكا زوريكا شنو قال مستفدو سبك بقري أو تلو تد مجموعة قشت حركة أو قال الرجل ناك نبروا هرت كان بشكلي مسرع كنوس يا ربي إما يغزو والنطالب في منقب من هذه المناقب فليكن المسلوب غير مسلوب شوابي فليكن المسلوب غير السالب وليكن المغلوب غير الغالب باش ومنه رجوزة أبي العتاهية حسبك فيما تبتغيه القوت ما أكثر القوت لمن يموت باش رجوزة أبي العتاهية حسبك بس تويا فيما تبتغيه لو يك بشان رأى القوت باش يعني لو اشتلاكت وطلبك قوتي تيايت ما أكثر القوت اللي من يموت شن يزوره قوت بو أو كسيك دمريت
چنه زوره قوت لمن يموت شاید منظور اوه من يموت تازه تو قوتی ناوه لگر اوش که هیا خب او احتیاجی نیه که احتیاجی نبو هیوه حسبوك في مفتعل ما تبتغي مستفعل هي القوت ومفعول ما أكثر المستفعل قوت لمن مفتعل يموت أو فعل وقد راق هذا الوزن الشعراء المحدثين يعني أم وزن الشعراء المحدثين الشعراء تازيان بره تواو تواو رونق ده يعني خوشحال يعني كردوه يعني متعجب يعني كردوه فأكثر منه زور يعني كردوه لم بحر في أراجيزهم المشتورة المزدوجة باشا لا الرجوز كان إخوانا ك للرجز المشتورة كان ينا كديار مزدوجة يعني بوجورة دودانا علة زحاف بيكو كوب بنوا حاربي دو زحاف يا زحاف وعلد بيكوا يعني أعم وزنها وزن أخير إلى الرجزة يا رب إما يغزو النطال يعني قبيلة أما جاء مجالد ويوفر من وإذا أعدت النظر في جميع ما مر بك من أبيات هذا البحر بأعارضه وأضربه المختلفة وجدت أنه يكثر فيه الخبن كما يكثر الطي يعني وقتك تتشاوك بجري بتواوي أواني كتيبربو بلاتا لا أبياتي أم بحرة بعروزو بضربوا كجاوازبون ودس ذكوية كوالم بحرة دا خبن زورة وكو طي زورة وأن ذلك مقبول فيه حسن وأوج مقبول حسن شتاء ولكن اجتماع الزحافين يعني خبن طيبة كوا بكيب فعيلة وهو المسمى خبلا كبيوزي خبل يا خبلا قبيح فيه حاربي هرشن أو زورة مثلا أو ابن مالك هر زوري هي واحده كلمة وهي كلمة فعيلة أيوه هنا مخلوب مخبولة يا مثلا حتى لما سمع قال والدها كغطفان وكإصبهانا يعني باسي غير مرسل فاتي باسي ألف من كوا كغطف فعيلة أمجال نوك إص فعيلة بهانا فعول ولديار أم بوي بي قبيح وكذلك يدخل الخبن في أعارضه وأضربه كلها تامة ومقطوعة وهل بوجورة خبن أشيت نوع عروزكان وضرب كاني شو هميان شتامة بن شمقطوعة بن كما رأيت وقد ذكرنا لك أن المقطوعة من المشتور إذا خبين سمي مكبولا وإما وما نبوزك كذي كأجر مقطوع لمشتورة أها نكهة ميشا مكبولي بيبغين مقطوع لمشتورة يعني أولا مثلا مقطوع مفعولنا جاء مجال خبر نشكري بتفعولون سمي مكبولا كواتها ميشا أو كما مخلع من بيوتها ميشا يعني مستفعلون بوبا فعولون هميشا مكبولي بينارين بل كل مقطوع مشتورة أو أي بيارين يعني أجر قصيدك أجر شعرك مشتور به لمشتورة كذا آخرك فعول به بواء يجي المكبول وقد أكثر الشعراء المحدثون يعني المحدثون في الأراجيز المشتورة من الإزدواج يعني الشعراء المحدثون للرجز مشتورة كان إخوانا إزدواج ينزور كردوا إزدواج شيئا وهو أن يتحد كل بيتين في القافية هردو شعر لقافية يقبن كما في رجوزة أبي العتاهية التي مر بك بيتان منها دو بيتي لغزاليا يعني مسرع ببيت حصاوك وسنسرد لك يا وسنسرد لك جملة صالحة من أبياتها يا مصرد أكين يعني ريز أكين بوتو مثلا كومريكي قنجاو لشعركاني أو لشعركاني أو قصيدة يا لباري لنتبين معنى الإزدواج تعالى معنى الإزدواج يمكن بواضحي قال أبو العتاهية حسبوك فيما تبتغيه القوت باشا ما أكثر القوت لمن يموت الفقر فيما جاوز الكفافة
من اتقى الله رجا وخافا هي المقادير فلمني أوق فذر باشا إن كنت أخطأت فما أخطى القدر باشا برهوة أوش عليك قبل ما معناك الأمر فقر لشتيكا كان تيبركا لكفاف لكفاف في زندجي يعني مثلا فقرك واليكا أو كفاف ولا ميتو باشا الفقر فيما جاء فقر لشيايا فيما جاوز الكفافة لشتيك دايكا لكفاف تيبركا من اتقى الله الرجاء وخافة كسيق لخدا بترسي يعني تقوى إخوابك هم أميدي بخواه وهم ترتيش لها هي المقادير أو مقدار كان فلمني لو ممكن أو فذر يا ليمقرن إن كنت إن لو ممكن يا لو ممكن أو مقادير قد قضاء وقدر أوان إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر أجب من بهرة شو بيتم هو قدر بهرة دانشو أسف كل سطر من هذه الأسطوري بيتاني من المشتوري يعني هر سطر هر خطي لما سطرانا دو شعر لمشتور قد اتحد ورسطي يعني دو هر دو مسرعك يعني هر مسرعك بشعر يقداني قد اتحد في القافية القافية كان نجيك ويظهر أن المحدثين يعني المحدثين لجأوا إلى ذلك بنامه تخفيفا على أنفسهم بويك سوكي بو خوان بيرن يعني بارك لخوان سوكن لشي خوان جاء من ثقة القافية إلى سنجيني قافية فتحللوا من شرط اتحادها في الشعر العربي ماشا بس أولا تحلل يعني خوان دلباس كردوها لشرط اتحاد قافية للشعر العربية وما اضطرهم إلى ذلك وهيش أواني وأدى نكر وبلاء وإلا خفة وزن الرجز أو سكاياتي نبك لوزن رجزها حتى قيل إنه حمار الشعراء يعني الرجز كري شعراء حركة سبيل سؤالي وأنهم يحتاجوا إليه احتاجا هي في تقييد الحكمة والمثل والموعظة تقييد حكمة مثل وموعظة وقصة وأوانة وذلك كثير في كلام زول لكلامنا لا تطاوعهم فيه القافية الواحدة شنك زوري القافية بشياناك طبعاناك خصوصا إذا لوحظ ضعف ملكاتهم بتايبتي أجر كاتك ملاحظة كري أو ضعفيك لملكاتهم شو ضعفه أو ضعفيك الطارئ عليهم كوارد سلوان بكثرة الأعاجم بينهم رعجموا أمانيان زور لبينا ومن هنا دخل العلماء يرويك علماء دخول داخل ابن فقيدوا علومهم علمك إخوان بستوتوا غالبا بزوري بالرجز المشتوري المزدوج بالرجز يكون كمشتور ومزدوج كما فعل ابن مالك صاحب الألفية ألوك ابن مالك أو كاريك فردوا كصاحب ألفية يعني مزدوج هدو مسرع كان هاو قافية بن نقريك أو كاريك أمين تلاسي تمرينة باشا أو تمريني كعمل مخصوبة بحي الرجزة ولي أما زني لتارة ما حو بحر ما نتوى أم حو بحر تقريبا اتحادي متحد الركن لبون بحري الرجز بحري هزاج بحري شيتر بحري كامل بحري وافر بحري بسيط بحري طويل قالك مشتاق بيجن دايوا بحري مديد أم طويل مديد بسيطة لأركان مختلف دروس مثلا طويل لفعول مفاعيل دروس به مديد لفاعلات فاعل دروس به باشا لأم جارة ولبسيط لمستفعل فاعل دروس به أما أمريكا باسمان كردن لأركاني متحد متفق الأركان بود طويل كرنا كامل ووافر كامل هزج رجس هم شو على أنا حبيبي أركان هر يكيك مثلا رجس هر مستفعلون إنت وبا أنجامي زحاف وعيلة وشد أبيتا مفعول أبيتا فعول مثلا أم جاء أم تمرنت وميدا لسنة هم بحر كان الأبيات الآتية تتردد بين الطويل والمديد والبسيط يعني
مثلا لو سيب أحلى هاتوا البرام لتمرين دو ما بيسودو تمرين على الأبيات الألفية من الكامل والهزج والوافر والرجز ألو فزين كلا وبين نوع عروضه وضربه أو الوزن تابع للرمل بما بيحسن إلى بس وفق